GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نعمل مشروع بسيط خالص نوضح بيه الشيب هنتس اللي احنا ما شرحناهاش في اول محاضرة. يبقى عندي انا مجهز شوية صور هبدأ اعملها كجايد ليا وانا برسم. عندي سمكة وعندي مدينة الغردقة، اوكي، بعملهم الاتنين امبورت على الستيج، اوكي. باخد دي بخليها مثلا في نص الستيج بالظبط، باخدها كجايد، اروح قافل دي واعمل نيو لاير، اروح جاي عامل ريكتانجل واختار اللون بتاعه وابدأ اعمله موديفاي بالشكل ده كده، كنترول انا عايز احول السمكة لشكل مدينة الغردقة على الخريطة، تمام. يبقى انت المفروض بقى اي مشروع في فكرة، انت بتلاقي الفكرة المناسبة للعميل بتاعك وبتقدر تعملها له بطريقة معينة، انك انت المفروض انك هتعلن هنا عن قرية سياحية. فمثلا انا بقول لك فكرة، يعني انت ممكن تعمل حاجات تفوق أستاذك فيها، وده حاجة أنت تفرحني، بحب أشوف إبداع الناس. يبقى هنا يبقى أنا عملت شكل ده مثلا، حاجة بسيطة، تمام. وعايز أخلي شكل السمكة ده يتحول لشكل الجزيرة، بخلي شكل السمكة باخدها في لاير لوحدها اسميها فيش، احطها لا ترانسفورم بالشكل ده، تمام. بريك ابارت كنترول بي، تمام. انت شايف هنا في حواف متظللة ممكن تضيعها خالص، بتختار اللسو وبعدين الماجيك واند، وتيجي كده هنا حواف، تختار لك الحواف بحيث انت تنضف الصورة خالص، وجيت ضغطت بقى كده هتلاقي الصورة ولا كلمة مفيهاش الهوا. هنيجي هنا، طيب ده اصبحت شيب معايا، ممكن اخليها بلون ده مثلا، كويس. ممكن طبعا اقيد فيها بقى زي ما انا عايز، خلاص هي بقت معايا. عايز اعملها من شيبس، اعملها اكسباند فيل، لا مش اكسباند فيل، عايز اعملها كونفيرت لاينز تو فيلز، بحيث انها تبقى كلها شيب واحد. وكمان هروح جاي قايل لها اوبتمايز، اوكي، هو ديني كيرف، هنخليها مثلا 7، انا عندي السمكة بالشكل ده، عايز اعملها ارسم عليها الشيب بتاعي، جميل. بروح جاي اعمل لير تانية واعمل نفس الحكاية، ريكتانجل، وابدأ اعمل ريفاين الشكل بتاعه،
كده مثلا. كنترول زي ما اتعلمنا قبل كده. تيجي كده تيجي كلها كيرف واحد، لا ما تجيش. ماشي كنترول وننزل النقطة دي. نيجي هنا ده الفم، ونيجي فوق. اوكي عملت منظر سمكة، لسه الديل. عملت شكل السمكة بالشكل ده، طبعا انا مش عايز الليار بتاعة الفيش، خلاص بختار دي وبغير لونها مثلا للون ده، ممكن ل البرتقالي. تمام الوان كول كلها. طيب انا دلوقتي عايز احول الشكل ده للشكل ده، الاتنين زي ما انت شايف الاتنين لاير. انا عايز اخلي ده لده، يبقى لازم يكون في بينهم حركة، يبقى لازم يكون في بينهم شيب توين، يبقى الاتنين لازم يبقوا في لاير واحدة. باجي هنا للسمكة، بروح جاي كنترول اكس، واجي عند هنا مثلا بقول F6، واجي على اول واحد بروح شايله خالص، كنترول شيفت في عشان تنزل مكانها، وببدأ اشوف الاتنين يبدأوا يتحولوا بالشكل ده. جميل، السمكة طالعة بره الستيج، فانا هدخلها كده شوية. تعالى بقى اشوف انا عايز اعمل ايه من ده كله. تمام انا عندي حاجة زي كده، تمام عايز احول الشكل ده للشكل ده. جميل جدا، يبقى في حاجة اسمها الشيب هنتس معايا. بس الشيب هنتس دلوقتي لو انا عايز احط نقط بحيث ان احافظ على شكل السمكة مع شكل الجزيرة، يعني السمكة وهي بتتحول للجزيرة يبقى شكل منتظم، مش يبقى عشوائي ما يخشش في بعضه بطريقة وحشة. يعني خليني مثلا اقول لك كريت شيب توين، تعالى نعمل كده. والله طلع حلوة من غير حاجة يعني، بس هنقول برضو الشيب توين. تمام لازم يكون في حركة بالطريقة دي بين الاتنين عشان الشيب هنت يشتغل، من موديفاي شيب اديت شيب هنت. خلينا نشيل الحركة ونشوف من موديفاي شيب، هتلاقيها مش متأكتفة خالص. فحط حركة شيب توين، وبعدين نروح على الشيبس من مكالمة موديفاي، وبعدين نقول له هتقف على اول واحد، اسف اول فريم، قائمه موديفاي شيبس اديت، وتروح جاي واخد النقطه دي وحاططها على مثلا هنا، والنقطه التانية على الفريم التاني اللي بينهم الحركتين. يعني هيحط لك نقطه على اول فريم ونقطه على تاني فريم عشان تعمل حاجه زي كده مثلا. بص النقطتين، هتبص تلاقي النقطه اللي انت ماسكها الفم راحت على النقطة بتاعت الجزيرة أو الغردقة. تاني added
شيب هنتس، روح جاي على الفم، روح اللي بعديه كده، كأنك انت بترسم بالظبط اهو. في برنامج مش عارف كان من زمان، انا مش فاكر اسمه ايه، كان بيعمل حاجة زي كده في الوجوه، بيحولها لأشكال تانية، بس كان حلو قوي. نفس الطريقة بالظبط بتاعة الشيب هنتس اهي، بدأت تترسم لو انت ملاحظ حركة الفم مع حركة الشكل بتاع الغردقة تاني، وتبدأ تعمل كده لغاية لما بتوصل بقى لغاية أحسن حاجة. أول واحدة وبعدين هنا التانية أهي، ترسم بالشكل ده كده، وبعدين نكرر لحد ما نوصل لأحسن وأفضل شكل. مجرد ما بيظهر، بص خد بالك بقى، اول واحد الاتنين شفت بقى ايه اللي حاصل، ده ربك للدنيا خالص. يبقى لازم تمشي انت بالراحة بسيكونس مظبوطة عشان ما يبوظلكش الدنيا، تمام؟ فاحنا ممكن ننقل دي هنا ودي هنا بالراحة كده، يبقى الاشكال متقاربة، النقط متقاربة بينها وبين بعض عشان ما يعملش المشكلة دي، تمام؟ اهو كويس. اول واحد بتقلب الاصفر، هو الاثنين كان بيبقوا حمر، اول واحد بتقلب اصفر، والتاني والدايره التانيه اللي هو في الفريم التاني بتقلب اخضر، يعني الفلاش بيقول لك انا سطبت الشيب هنتس كويس، تمام؟ يبقى ده اتسطب كويس او اتعمل كويس يعني. تاني تحولت الاحمر، ماشي، هتتحول بعد كده كده، شايف بقت خضرة والأولانية بقت صفرة. هو نجح، بس طبعا ما عرفش هو ليه قلب كده. خلينا مثلا نحط دي هنا، ماشي اوكي. هي عايزة حتة على الحواف، اوكي. نرسم بقى الديل، هيبقى في واحدة هنا، نقطة هنا، ونقطة هنا. موديفاي شيب هنتس، أول واحدة هنا والتانية نخبطها هنا، نشوف كويس. تانية ممكن تبقى دي، شايف الشكل بدأ ياخد منتظم قوي، وهتروح واخد مثلا مع انها منتظمة انا شايفها. واحدة كمان هنا والتانية هنا، وبعدين نبدأ من ظهر السمكة من فوق، نقول له edit أو add، واحدة هنا و اوكي واحدة هنا، واحدة كمان الأخيرة فوق، واحدة هنا مثلا، كويس كويس. شايف الشكل بدأ يظهر بالطريقة دي، جميل. بص انا عملت ايه تاني، انت لما حطيت الماب هو نزلها لك اوتوماتيك في اللايبرري بتاعتك بتاعت الالوان، فانت ممكن تروح جاي هتلاقي هنا، تروح جاي مختارها بالشكل ده، شايف هتحصل ايه؟ شايف هنا، تمام، لغاية هنا. شيل بقى
هتخلي هنا مثلا كرييت شايف لغاية آخر فريم بدأت تتشكل جميلة بطريقة جميلة جدا جدا، والمدينة بتاعت الهرجادة. ممكن بقى هنا في آخر فريم تروح جاي ظهر الخريطة حاططها في آخر فريم بالشكل ده، تمام، وتروح هنا تختار برضو دي تمام. شايف ما تحولت السمكة من شكل لشكل. ممكن تحط هنا كمان شكل السمكة، يعني مفيش مشكلة، مش هقولك لأ، خلينا نحط شكل السمكة بس مش هتيجي كويسة يعني. خلينا نحط شكل السمكة ونقول اف، تعالى حاول دي كده كده معايا، ماشي مش مظبوطة قوي، خلينا زي ما كنا ونختار دي، يبقى دي هتكون ايه، ده الاعلان بتاعنا اهو، تمام. ونقول مثلا شوية كده عشان يظهر بدون اكشن سكريبت، نتيجة يعني فيها فكرة، بس أنا والله مش حابب إن دي أصلا تظهر. ممكن نكتفي بكده، ممكن بقى ناخد الشيب ده. بص الفكرة هنعملها الشيب ده كده، كنترول سي، نرجع بقى كنترول زد، باين الباك جراوند بتاعتنا. انا عايز الشيب ده كنترول سي، وباجي على دي اللي فيها الايمج بتاعتي، انا لسه محولتهاش لشيب، بروح اعمل لها كنترول بي عشان تتقلب بريك ابارت، واروح جاي عليها وحاطط الشيب بتاعي كنترول شيفت في عشان انزل عليها، واضغط بره ضغطه، وبعدين اروح جاي ضاغط هنا، اروح جاي شايل الشيب. انا هضغط على اللير الغلط، هضغط ضغطة هنا، شيل الغردقة، هتبقى شفنا هتبقى كده. ممكن تعمل بقى اوتمايز للمنطقة دي وتختارها مثلا، اختار دي كده وندخلها بقى شوية، مش مظبوطة، نختارها ايه، رجع مكانها مش مشكلة، خلينا مثلا حاجة زي كده، ممكن نشيل دي خالص، مش حبذا اساسا من الاول،
وصلنا في الاخر لشكل حاجه زي كده، بحيث انك انت كانك بتعمل على كراسي الحقيقه او بتعمل على المدينه، تتحول من سمكه لشكل الجزيره. ممكن طبعا تخليك باك جراوند سودا بشكل عشان تبقى باينه، او الباك جراوند تحط له باك جراوند انت كده، تروح عامل له لاير وتروح جاي هنا مختار التانجل تول، راح جايب دي اي حاجة زي كده مثلا، وتخلي اللون ده بالازرق كده، وتخلي اللون ده لون افتح شوية حاجة زي كده. تمام، فكرة بسيطة خالص بحيث ان انت تبدأ تتحكم في الاشكال زي ما انت عايز. السلام عليكم.